السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم عتيقة شانيل مع فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه ديالنا البنات ان شاء الله اليوم غنديروا كيكه ديال التفاح اللي كتجي رائعه واقتصاديه، غير بجوج بيضات كتجي معلكه البنات وناجحه من اول تجربه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم ما داروا بحال الكيكه، غير جربوها ما غتحشمشكمش وغتجي رائعه ولذيذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. المهم البنات غندوزوا للطريقه والمقادير ان شاء الله، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. غنحتاجو جوج بيضات وكاس ديال الزيت القياس بالكاس ديال العنبه وكاس ديال السكر سنيده وكاس ديال الماء يكون بارد البنات. وغنحتاجو جوج خمارات وصاشي ديال الفاني وثلاثه الكيسان ديال الدقيق وكاس ديال العنبه البنات. وغنحتاجو هنا عندي واحد القشره ديال الليمون كنت محتفظه بها بالمجمد ومعلقه كبيره ديال الخل، وهنا دايره قبصه ديال الملح. غنديرو داك جوج بيضات البنات من احسن يكونوا في حراره المطبخ، غنخدموها غير بالطراب اليدوي. غنديرو معاها كاس ديال السكر سنيده وصاشي ديال الفاني وواحد معلقه صغيره البنات ديال القشره ديال الليمون. الا ما عندكمش يحكوا هكا ليمون ولا اكتفيو بغير هكا صاشي ديال الفاني صافي. تنخدموا داك السكر مع البيض والفاني مزيان حتى كنحسوا بديك السنيده دابت لينا. المهم البنات هاد الكيكه بالزوينه ما كتحتاجش هكا الطراب الباتور، غير هكا الطراب اليدوي كتقضي لكم الغرض دغيا دغيا. وكنضيف ملي كيذوبوا لنا داك السكر سنيده وكيتغير لينا اللون ديال البيض كنضيفوا كاس ديال الزيت نباتي، كنخلطوا مزيان حتى كيبان لينا الخليط من الزيت تخلط. ها نتوما البنات ها هو كاس ديال العنبه، حيت داك القياس ديال الكاس عندي ديال العنبه عبرتو قدامكم. المهم البنات يكون غير من الروبيني يعني بارد ما سخونش. تتجي هاد الكاس البنات ديال الماء راه كيخلي الكيكه هشيشه ورطبه، راه حسن من الحليب ومحسن من الدانون. غير جربوها راه كتجي خطيره، عاد كيجي فيها واحد الهشاشه واعره. المهم انا درت الكاس الاول ديال العنبه، انا سنعبرهم هنا قدامكم، وغنضيف الكاس الثاني. كنضيفوا الدقيقه البنات غير بشويه بشويه هكا حتى كنخلطوا. المهم القياس البنات بالنسبه لي ما عنديش ميزانه بالكاس ديال العنبه. وضفت هنا الكاس الثالث صافي، كندخل هذاك الدقيق مزيان وتندير هنا جوج خمارات، خميره الحلوه تنضيفهم تنخن صافي، وتنخلط هذاك الخليط. وعاد غنضيف البنات معلقه كبيره ديال الخل، اي خل عندكم. شي الخليط كي تيكون يعني ملي تنديرو هكا 8 ولا شي تخان ميزه هكا فوق من الفوق تتبقى ما كتهبطش. المهم ثلاثه الكيسان صافي البنات. هنا جبت المول اللي غندخلو الفران، دهنته بالزبده ورشيتو بالدقيق والفران راه عندي شاعل تيسخن صافي البنات. كما كتشوفوا ملي كنبغيو نخوي الكيكه راه كنهزو يدينا الفوق باش تجي خرج منها داك الهواء اللي تيكون فيها. دابا غنجيب التفاح، وكما كتشوفوا راني قطعتو هكا شرائح، حيت لي داك الزريعه وخليته بالقشره ديالو وعصرت عليه واحد العصره ديال الحامض باش يبقى غير اللون ديالو. اي تفاح عندكم ديرو، انا عندي هاد التفاح هذا الخضر هو اللي درت صافي. لكم دابا ستفوا هكا بهذه الطريقه كما كان واضح في الفيديو. كنبقاو ندورو هكا البنات المول وكنبداو نحطو هكا، راه كتجي ساهله تيجي المنظر ديالها زويون. داك الشرائح البنات حاولوا تقطعوهم شي شويه رقاق، ما تخليهمش غلط باش ملي طيب الكيكه يكون حتى داك التفاح يكون دخلو طيب يولي رطب مع الكيكه يجي هو قد قد. من الاحسن عصروا عليه واحد الحامضه باش كيبقى اللون ديالو هكا ما كيكحلش صافي. كنستمر هكا كنبقى ندير وحده 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 صافي. كنبقى بهذه الطريقه هادي حتى كنكمل هذاك التفاح اللي عندي. المهم انا درت واحد تقريبا واحد اربع تفاحات صغار متوسطين يعني ماشي كبار، كانوا كبار كديروا غير جوج. تجي واعره الكيكه البنات خطيره.
تجي اقتصاديه، كدير تصلح لنا الكوتي والفطور، ويدوها معاكم لوليداتكم، يدوها معاهم للمدرسه، تجي واعره. كاع الدراري صغار سبحان الله العظيم، كتلم شي حاجه بحال هكا شي حاجه فوق الكيس، تجي واعره تعجبهم. صافي هذا ملي كملت هكا داك الصف، صافي كنرجع كندير هكا الزواقه باش كتجيني بحال الشكل تقريبا بحال الورده، كتبقى تسوي بحال هاد الطريقه هذيك كما كتشوفوا. صافي دابا كما قلت لكم البنات، راه الفران راني شاعله عليه، ملي غنبغي نطيبها غنشعل عليها غير من التحت بحال كيكه عاديه، حتى تبان ليا كيتحمروا الجناب ديالها، عاد غنشعل عليها من الفوق تحمري من الفوق ونخرجها. راه ما كتشدش البنات الوقت، راه الماكسيموم واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه كتكون طايبه. المهم كتكون تطيب على العافيه مهيله، يعني ما تجهدوش العافيه باش ما تحرقش ليكم، هي راه دغيا تطيب. صافي البنات كما قلت لكم، انا دخلتها طيبتها، شوفوا الكيكه كي كتجي واعره خطيره، عرفتي كتجي هشيشه. هذاك السر اللي درنا ديال كاس الماء راه يجربوها البنات، راه كيجي واعر في الكيكات وكتجيهم هشيشه كما كتشوفوا اللون ديالها، راه كيتحمرنا واحد شويه وكنحيدوها. هنا عندي جوج كيسان كاسونس عفوا ديال كاس العنبه ديال الليمون، وهنا جوج فلون ديال الدرهم البنات، وغنحتاج معاه واحد تحس شويه مسوس هذاك حامض شويه الليمون، غندير معاه واحد جوج تقريبا واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، والسكر حسب الذوق، وهذاك فلون ديال الدرهم. الا ما لقيتوش البنات الليمون، ديروا داك الليمون اللي تيكون هكا معلب، راه هو حيت اصلا ملي غديروا فلون راه غيتجمع الخليط غيختار. صافي هنا راه غندير دابا داك فلون هذا، هذاك ديال الدرهم البنات غندير جوج، انا هو اللي تندير كي اللي تيدير ما زينه. المهم تندير انا الفلو هذا تيعطي حتى اللون في سميتو، تيعطي اللون في الليمون. صافي غنحركو مزيان وغنديرو فوق البوطه حتى يغلى لينا البنات، عاد نحيدو. راه كيجي ساهل هذا السيرو اللي كنسقو فيه من الكيكه من الفوق، تيجي واعر. الا ما بغيتوش ديروها البنات، شدوا غير كونفيتير دهنوا هكا، الا ما كانش عندكم الليمون بغيتو ديروها هكا، يمكن لكم تشدوا غير كونفيتير ديال المشمش ولا ديال الليمون اللي بغيتو، وشدوا هكا ودهنوا هكا من الفوق، ملي تخرجوها من الفران دهنوها بكونفيتير حتى هو تيجي زوين. المهم انا كنخليها البنات حتى كطلع فيها الغليه كما كتشوفوا هكا في الفيديو. صافي ملي تطلع فيها ديك الغليه راني تنطفي عليه، ها انتما هو تيطلع فيها ديك الغليه. صافي البنات غيطلع فيه وغنطفي عليه وغنخليه غير يدفى غير واحد الشويه وغنخوي على الكيكه. ها هو البنات هنا دفى، راه شويه بدا تيقبط راسو، هي كتشوفوه دفى، صافي كتخوي مباشره فوق الكيكه، كتخوي هكا مباشره فوق الكيكه وكتدخلوها للثلاجه واحد 15 دقيقه بحال هكا، راه دغيا دغيا تيقبط راسو، مع اصلا دابا البرد راه دغيا دغيا تيتماسك وتيجي بنين البنات. صراحه غير جربوها، راه شويه الكيكه راه ما فيهاش المقادير بزاف، راه اقتصاديه وتجي واعره ومعلقه. دابا غندخلها للثلاجه نخليها حتى تبرد ونطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه التفاح كي كتجي. صافي البنات، ها هو الشكل النهائي ديال كيكه التفاح، كتجي خطيره ومعلكه البنات وتجي هشيشه واعره البنات. مقادير جي جد مبسطه، غير بجوج بيضات البنات ديروا كيكه واعره تعجبكم وتعجب وليداتكم وتنفعكم هكا الكوتي ولوليداتكم المدرسه يديوها معاهم، راه كتجي واعره البنات. وداك السيرو اللي تنخوي فيها من الفوق راه تيجي قابط راسو وتجي الكيكه هشيشه البنات. هانتوما تشوفوا نقطع معكم واحد الطريف، كتجي رطيطه البنات. هانتوما البنات شي كيكه تجي طيبه واعره، غير جربوها ما غتندموش عليها. صافي البنات راه سالي الفيديو ديالنا، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات وتشاركوا الفيديو مع الاقارب والاصدقاء وتشاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد.